السلام عليكم. صفحة الملك محمد السادس على الفيسبوك تنضم للمقاطعة والتي تقوم بإنزال صور حصرية للملك محمد السادس لترد على الوزير الذي سب الشعب ووصفهم بالمدوخين، وترد على مدير شركة سنترال، رغم أن شركة سنترال دانون تعود أصلا للملك وهو مساهم فيها، لكن الصفحة تدعم المقاطعة. كذلك لكي ترد على بعض المرتزق، مثلا هذا الرجل والذي يمثل البلطجية المحمية بالقانون، عندما سقطت الطائرة في الجزائر وقام الشعب بتعزية الجزائر، خرج هذا الشخص وقال أن من يقومون بتعزية الجزائريين خونة. والغريب في الأمر أن من بين الناس الذين قاموا بتعزية الجزائر هو الملك محمد السادس. لي عز الجزائريين اليوم فهو خائن. بعث صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجزائري فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة. يعني أن هذا الرجل قام بتخوين الملك محمد السادس. اليوم كذلك قام هذا الرجل بتخوين المقاطعين. وبعض براش نادو كيديروا مقاطعة ديال المنتوجات المغربية. وهي صفحة الملك محمد السادس تنضم للمقاطعة. لكن أمثال هذا الشخص مصرح لهم بذلك. يعني كل واحد يقوم بدوره. يكفي أن الدولة أعطت ترخيص لجمعية اسمها الشباب الملكي واحتكرت هذه الصفة لنفسها. يعني أن باقي المغاربة كلهم جمهوريين. هل هذا يعقل؟ لا يمكن لأي أحد أن يحتكر لنفسه أنه ملكي. وهنا نرى عقلية الاحتكار في فكر هؤلاء. حاربنا من يحتكرون السوق ويقتلون الشركات الصغيرة ويقتلون المنافسة، فخرج إلينا من يحتكرون الوطنية. موظفي المخزن من أبناء الشعب، رجال الشرطة العاديين مع الشعب، موظفي السجون، الجيش، البحرية المغربية، الممرضون، الأطباء، الأطباء العسكريين، الجميع مع الشعب. وهذه هي المرحلة الثانية في المقاطعة التي تكتل فيها كل الشعب لأن الكل متضرر. لذلك نحن نشكر هؤلاء الذين قاموا بسب الشعب المغربي لأنهم جعلوا الشعب المغربي يتكتل. كانت في البداية صفحتنا الفيسبوكية، الآن معنا الجيش، معنا صفحة الملك، معنا الفنانين الكثير منهم، وهذه الحملة ستجعل الجميع نعرف من هو مع الشعب ومن هو ضد الشعب. فعندما تقوم صفحة الملك محمد السادس للانضمام تعني أن هناك صوت قوي وموجة قوية. هذه المقاطعة هو تسونامي لا يمكن ردعها. لذلك أقول لكم أن هذه المقاطعة هي مقاطعة بشكل نهائي لتلك الشركات الأربعة، وسنشتري من الشركات الصغيرة لكي نقوم بخلق اقتصاد فيه منافسة. في أي مدينة هناك شركة صغيرة تبيع الحليب؟ في أي مدينة؟ في تطوان هناك حليب تطوان، في مراكش هناك شركة صغيرة، في أي مدينة هناك شركات صغيرة وتعاونيات صغيرة توزع الحليب. لكن المغاربة كان يؤثر عليهم بالإعلانات فيشترون سنترال، موجود في عقليتهم في اللاوعي الخاص بهم. اليوم استيقظنا، اشتري من الشركات الصغيرة المحلية، من الباعة، من أي مكان آخر. أيضا إفريقيا لديها الكثير من البدائل، سيدي علي أيضا هناك الكثير من البدائل، والسيول أيضا هناك ماركات رخيصة مثل سيوف مثل غيرها، هناك ماركات رخيصة أيضا قوموا بشرائها. نحن بصدد خلق اقتصاد فيه منافسة ومعاقبة المحتكرين. بهذه الطريقة ستكون المقاطعة إيجابية وسوف ينتعش الاقتصاد الوطني. نحن نقاطع المحتكرين فقط ونشجع الشركات المحلية الصغيرة لكي لا يقول هؤلاء المجرمين أننا ندمر الاقتصاد الوطني. نحن نصنع اقتصاد جديد لا احتكار فيه. شكرا لكم وكونوا أحرارا وتنفس الحرية، والمقاطعة شعارنا. نعم للمنافسة، تبا للاحتكار وشركاته. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.